مشاهدينا، للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري إلى مقر أعمال القمة كريم بيبرز. يعني كريم، صف لنا الأوضاع لديك وما هو الجديد؟ بينما نتحدث الآن بالفعل انتهت الجلسة الأولى والختامية، واليوم الأول في بداية عصر جديد لمنطقة الكوميسا أو تجمع الكوميسا بقيادة مصرية بعد أن سلمتها جمهورية مصر العربية اليوم من الشقيقة مدغشقر. يعني بينما نتحدث الآن انتهت الفعاليات تماما بعد يوم طويل، منذ صباح اليوم، بدأ بالطبع ب كلمة افتتاحية لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتلاها بعد ذلك عدة كلمات من رؤساء دول تجمع الكوميسا، سواء بالحضور الفعلي أو حتى الحضور عن طريق الفيديو كونفرنس، نظرا بالطبع لتداعيات فيروس كورونا بشكل عام على القارة الإفريقية. إذا أجملنا يعني ما حدث اليوم، في اليوم الأول سنجد عدة نقاط من الممكن الحديث عنها، وهي نقاط هامة وجوهرية في العلاقات الإفريقية بين الدول الإفريقية بشكل عام، وخصوصا بالطبع في وجود مصر. نتحدث عن ربما الملف الأهم في هذه الفترة، وهو الحد من تداعيات فيروس كورونا التي أثرت بشكل عام على الاقتصاد الإفريقي بشكل أو بآخر، وأثرت أيضا على المواطن الإفريقي بشكل عام. لذلك كانت هناك هذا الملف الأول، كانت هناك أفكار وكما يقولون خطط مستقبلية لحل هذه التداعيات، منها ربما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عنها في كلمته الختامية، عن تشجيع وحث دول الكوميسا على يعني إنتاج اللقاحات المختلفة لفيروس كورونا، وأيضا العمل على استيراد اللقاحات الأخرى من الأماكن الأخرى التي تم بالفعل إنتاج اللقاح بها، لتوفير يعني الحماية الكاملة لمواطني الدول الأفريقية، وخصوصا بالطبع تجمع دول الكوميسا. هذه كانت نقطة. وأيضا بسبب تداعيات فيروس كورونا أجبرتنا على التحول الرقمي، أو أهمية التحول الرقمي، وربما هذا هو من أهم المجالات وعنوان رئيسي في اليوم الأول بعد رئاسة مصر للكوميسا، وهو تطوير التكامل الشامل والدمج الرقمي بين مصر ودول الكوميسا الـ 21 دولة بالفعل، ليكون هناك دمج شامل كامل رقمي، مما يساعد أيضا على تيسير الحياة بشكل عام على المواطن الإفريقي، وأيضا مما يساعد على تبادل الخبرات بين دول الكوميسا، وخصوصا بعد العمل الأخير في الفترة الماضية لجمهورية مصر العربية في التطوير الرقمي بشكل خاص. وأيضا نتحدث عن تبادل الخبرات بين دول الكوميسا في عدة مجالات. إذا انتهينا من الحديث على تداعيات كورونا أو حتى مجال الرقمنة، فهنالك عدة مجالات من أهمها البنية التحتية والتبادل التجاري بين دول الكوميسا. البنية التحتية كان هناك حث أيضا للدول المشاركة في تجمع الكوميسا بالاستثمار الأكثر في البنية التحتية، وأيضا إعطاء الفرصة الكاملة وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص ليقوم باستثمارات خاصة به بالتعاون بالطبع مع القطاع العام، ولكن تذليل العقبات كان نقطة هامة تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الكلمة الختامية. وخلال أيضا بعض اللقاءات مع ممثلي الدول الإفريقية من تجمع الكوميسا بشكل عام، يعني كان هناك تفاؤل وأمل بخطط مستقبلية تحت قيادة مصرية لتطوير الدمج الشامل بين دول الكوميسا، خصوصا بعد أن تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إطلاق استراتيجية 2021-2025 للتطبيق الفعلي للأفكار المختلفة للدمج الشامل والكامل بين دول الكوميسا. أيضا كان هناك عدة جلسات عامة وجلسات مغلقة قبل الجلسة الختامية، شارك كل من الدول المشاركة بأفكارهم المختلفة لحل تداعيات فيروس كورونا، وأيضا منهم من تحدثوا عن أهمية تفعيل التبادل التجاري مرة أخرى بعد أن كان وصل إلى 3 مليارات دولار، عن آليات لتطوير هذا التبادل التجاري، والطبع
الرابع كان على إثر ذلك ذكر طريق القاهرة كيب تاون وتطوير هذا الوصل التجاري بين دول الكوميسا، وأيضا أهمية اتفاقية التجارة الحرة وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة، ومن أهمها بالطبع العمل والاقتضاء بالدول لتقليل الضرائب والجمارك بين الدول ونقل البضائع والتبادل التجاري بشكل عام بين دول الكوميسا. لذلك هي طموحات وآمال قوية بالطبع برئاسة مصرية لدول الكوميسا لتطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع بطريقة فعلية خلال العام الذي تترأس فيه مصر الكوميسا بعد 20 عاما بالطبع، حيث كانت المرة الأخيرة ترأست فيها عام 2001. لذلك ربما هذه ربما أهم يعني التوصيات التي خرج بها المنتدى اليوم في يومه الأول تحت رئاسة جمهورية مصر العربية. نعم كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري كنت معنا على الهواء مباشرة من مقر انعقاد قمة تجمع الكوميسا، شكرا جزيلا على هذه المعلومات الوافية.